היום צה"ל תקף בביירות. Get the uniform forces out of harm's way. Tunnels that Hezbollah built. الآن بات تتحدث بأن الغارة الأخيرة الإسرائيلية لم تستمر. غارة بعد غارة في الضحية. إيران أوصلت رسالة لإسرائيل عبر طالب الجيش الإسرائيلي السكان في قال حزب الله اللبناني إن الجيش الإسرائيلي اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 نتنياهو لضرب منشآت إيران النووية. تغطيتنا مستمرة حول أبرز المستجدات في لبنان التي تمثل حرب. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة من التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات الحرب على لبنان وتداعياتها على المنطقة، والبداية بأبرز عناوينها. غارات إسرائيلية تستهدف فروع مؤسسة القرض الحسن في مناطق متفرقة بلبنان وتل أبيب تقول إن الهدف تدمير القدرة المالية له. إسرائيل تسلم واشنطن شروطها لإنهاء الحرب على لبنان، ومبعوث بايدن في بيروت اليوم لمناقشة الحل الدبلوماسي. الولايات المتحدة تعلن نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل، وإيران تحذر من مهاجمة منشآتها النووية. في التفاصيل، نفذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس غارات جوية على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا واستهدفت الغارات وفق وكالة الأناضول مؤسسات مالية لحزب الله طالت فروع القرض الحسن وبعضها قريبة من مطار رفيق الحرير الدولي وبرج البراجنة وحارة حريك والشياح وطريق المطار وحي السلم والعمروسية في منطقة الشويفات قرب بيروت. هذا وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وكالة فرانس بريس الدمار الذي لحق بحارة حريك في الضاحية الجنوبية من جراء الغارات الإسرائيلية. هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة من البقاع وجنوب لبنان، ما خلف ذلك دمارا واسعا وفق ما قالت وسائل إعلام لبنانية. وتركزت الغارات على مدينة معلبك وبلدة جزين في البقاع شرقي لبنان ومدينة صور وبلدات كل من بئر السلاسل وحومين الفوقة وعيت الشعب والطيبة ودبين جنوب لبنان. هذا واستهدفت بعضها فروعا لمؤسسات القرض الحسن التابعة لحزب الله.
حدد مسؤول إسرائيلي هدف تل أبيب من استهداف فروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله. وقال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة وول ستريت جورنال، قال إن الهدف هو تقليص الثقة بين حزب الله والشعب اللبناني، وكذلك استهداف القدرة العمل التابعة لحزب الله في أثناء الحرب. هذا وما تزال شركة الطيران اللبنانية الشرق الأوسط تواصل رحلاتها من مطار بيروت الدولي رغم القصف الذي تعرضت له مناطق قريبة من محيط المطار. في حين أظهرت تسجيلات مصورة أظهرت مشاهد إقلاع الطيران وتسحب الدخان. نشاهد. كما أظهرت مقاطع مصورة غارات مكثفة إسرائيلية استهدفت بلدة عيت الشعب الحدودية جنوب لبنان، ما خلف ذلك مشاهدين دمارا واسعا بالأبنية.
هذا وأظهرت تسجيلات مصورة حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي على منطقة بعلبك. نتابع هذه المشاهد وإياكم مشاهدينا. في ذات الملف، قالت وكالة الأنباء اللبنانية قالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في منطقة بعلبك. وأضافت الوكالة أن المجزرة حصلت في حي النبي إنعام، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة. هذا وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 2 غارة على مدينة بعلبك وبلدة حزين في البقاع شرقي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدتي سحمر وبدنيل في منطقة البقاع. ولتفاصيل أوفى عن كل هذه الأحداث وما يحدث في الضاحية الجنوبية ببيروت تنضم إلينا مباشرة من هناك مشاهدينا مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك في هذه المساحة الإخبارية. إذا نرصد معك آخر التطورات في لبنان وآخر المواقع التي تم استهدافها من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في بيروت. صباح الخير أمينة لجميع المشاهدين. الليل أمس كان عنوانها استهداف المصالح المالية التابعة لحزب الله المعروفة بجمعية القرض الحسن، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي 11 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفا مواقع القرض الحسن المنتشرة والموزعة في الضاحية الجنوبية لبيروت. كذلك هذه الضربات لم تقتصر على الضاحية الجنوبية لبيروت بل على 31 فرع من جمعية القرض الحسن موزعة على مختلف المناطق اللبنانية في سور وفي النبطي وفي بعلبك وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مشغرة وفي البقاع وفي النبطي وفي صيدا وفي العديد من المناطق اللبنانية. هذه المؤسسة أمينة تمثل، هي يمكننا القول بأنها يعني عصب اقتصادي لحزب الله، وهي أيضا تعرف عن نفسها بأنها جمعية غير ربحية تقدم المساعدات أو تقدم
دعيني أقول يعني للناس قروضا وهذه القروض تكون غير ربحية ويعني ليس فيها مردود إضافي، وبالتالي أيضا هناك العديد من الناس يقترضون أموالا من القرض الحسن، وأيضا يذهبون بما يملكون من ذهب لأن يكونوا في ودائع ويأخذون أموالا بدلا منها، ومن ثم يتم فك الرهن. وبذلك بعد هذه الاستهدافات التي رعبت المقترضين حول مصير ودائعهم في القرض الحسن والذهب الذي يملكونه في القرض الحسن، أصدر ليل أمس أصدرت جمعية القرض الحسن بيانا تطمئن المقترضين بأن أموالهم وجنى أعمارهم كما جاء في البيان في مكان آمن. وبالتالي ليل أمس كان ليلة أمس كان عنوانها استهداف المصالح المالية لحزب الله، وهذه الغارات لم تقتصر كما ذكرت فقط على الضاحية الجنوبية لبيروت، بل على العديد من المناطق اللبنانية حيث فيها مقر لجمعية القرض الحسن. عند هذا يعني الإعلان، عندما قال جيش الاحتلال وهدد بضرب جمعية القرض الحسن، شهدنا حركات نزوح كثيفة من المناطق يعني خاصة منطقة دعيني أقول في نويري التي هي في بيروت الإدارية وليست في الضاحية الجنوبية لبيروت، هناك يتواجد فرع للقرض الحسن. عندما يعني أظهر جيش الاحتلال هذه التهديدات وأنذر الناس بإخلاء المناطق القريبة من جمعيات القرض الحسن، شهدنا حركات نزوح كثيفة باتجاه مناطق أكثر أمناً وأماناً، على الرغم أن فرع نويري في وسط أو القريب من وسط بيروت لم يضرب ليل أمس، ولكن تم استهداف الكثير والكثير من مقار جمعيات القرض الحسن، والتي تتواجد في كثير من الأحيان في طوابق في مباني سكنية، وفي يعني يكون هناك طابق لمبنى القرض الحسن في مبنى سكني، أي أن المباني التي تم استهدافها فيها الكثير من المدنيين والعائلات التي تقطن المناطق التي تم استهدافها. إذن أيضا أمينة، هذه المحاور التي قصفها جيش الاحتلال ليل أمس لم يتوقف عنها حتى في الجنوب وفي العمق اللبناني في البقاع. أيضا هناك أيضا تحذيرات من أن تتدهور الأمور أكثر، خاصة أن حزب الله من المرجح أن يقوم بقصف مواقع ومراكز اقتصادية وأن يرد بالمثل، وكما جاء في بيان القرض الحسن التابع لحزب الله العين بالعين، أن أي أن حزب الله لديه النية بقصف مراكز ومواقع اقتصادية حيوية في حيفا وربما في تل أبيب. هذا فيما يتعلق في الوضع الميداني على أرض الواقع، ولكن اليوم من المرجح ومن المتوقع أن يصل أموس هاكشتاين المبعوث الأمريكي إلى لبنان للقاء رئيس مجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبحث والتداول بالمرحلة المقبلة. هناك تجديد على وقف إطلاق النار، ولكن هناك نية لتطبيق 1701 وفق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية، أي التي تتناسب مع الرؤية الإسرائيلية الأمريكية، وبذلك لن يرضى لبنان بهذه الشروط. من المتوقع طبعا أن لا يرضى لبنان بهذه الشروط، وأن لا يرضى أيضا حزب الله الذي يمسك بزمام أمور الجبهة على الحدود وفي لبنان بالمقررات التي سيأتي بها المبعوث الأمريكي أموس هاكشتاين. وهناك أمينة من المرجح أن يكون تعديل على هذا القرار، يعني هذا القرار تم الاتفاق عليه عقب حرب تموز عام 2006. مايا المعذرة عن المقاطعة، نعود إلى يعني نتائج الغارات الإسرائيلية المتواصلة، يعني سواء كان في جنوب لبنان أو الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدا في بعلبك. آخر تصريحات وزارة الصحة اللبنانية عن الوضع الإنساني والصحي في بيروت وفي المنطقة ككل وفي لبنان، سواء كان في بعلبك أو في قرى وبلدات الجنوب اللبناني أو في الضاحية الجنوبية. نعم أمينة، الوضع خطير، هذا يعني ما تقوله الصحة اللبنانية، إضافة إلى ذلك تقول الأمم المتحدة أن الوضع كارثي في لبنان، وهذا إذا ما لم تمتد الأمور بشكل أكبر وبشكل أوسع، وأن تطال الاستهدافات الإسرائيلية مناطق لم يسبق لها أن طالتها في السابق. نتحدث نحن عن ما يقارب 2450 قتيل بحسب الصحة اللبنانية، إضافة إلى 11 جريحا، البعض منهم بوضع حرج جدا. الوضع الإنساني
الإنساني صعب، وأيضا يوم أمس كما ذكرت لك أمينة عندما نشهد عملية إنذارات من قبل جيش الاحتلال ومطالبة بإخلاء للمباني، نشهد عملية نزوح خفيفة، أي أن يوما بعد يوم تتزايد عمليات النزوح وتتزايد المخاوف لدى اللبنانيين. دعيني أشير لك أيضا إلى أن اللبنانيين يعني ينتظرون بفارغ الصبر وبشوق خبر لوقف إطلاق النار كي يعود الناس إلى منازلهم آمنين بما تبقى منهم وبما يملكون من أمتعتهم وأغراضهم للعودة إلى منازلهم. ولكن على ما يبدو أن هذا القرار أصبح بعيدا، أقله في المنظور القريب وأقله ربما يكون في الأشهر المقبلة، خاصة كما كنت أشير لك منذ قليل أن القرار الأممي الذي من المتوقع والذي أيضا لبنان قال بأنه سينفذه 17/01 هو من المتوقع أن يأتي به اليوم أمس هاوكشتاين بتعديلات، والتعديلات تقول بحسب موقع أكسيوس الأمريكي بأن يعني مطالب إسرائيلية أن يكون هناك الطائرات الجوية تعمل في المجال الجوي اللبناني وتراقب المجال الجوي اللبناني من أجل منع أي يعني إمدادات لحزب الله ومن أجل منع أن يعني أن يعيد ويرتب أوراقه حزب الله بعد كل ما يعني كل ما مني به من بدء الحرب حتى هذه اللحظات، على العلم مع العلم أن حزب الله يعني يحاول جاهدا أن يعيد ويستعيد قواه، وخاصة على الجبهة الحدودية حيث يحاول جيش الاحتلال التسلل والتوغل البري، ولكن حزب الله وعناصر حزب الله في المرصاد لهذه المحاولات. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذا الرصد، كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مشاهدينا ينضم إلينا كذلك مباشرة من بيروت الصحفي منير الربيع. أستاذ منير، بداية أهلا بك في هذه التغطية الإخبارية. إذن برأيك اليوم كما شاهدنا البارحة إسرائيل استمرت في قصف يعني مراكز تابعة لحزب الله منها مراكز القرض الحسن، ماذا تريد إسرائيل اليوم من هذه الاستهدافات؟ نعم، بالتأكيد أن حزب الله كان قد اتخذ إجراءاته لحماية الموجودات والودائع في القرض الحسن، ولكن الرمزية الإسرائيلية في هذا الضرب هو المضيف قدما نحو المزيد من التدمير، استغلال هذه المؤسسات أو الفروع لزرع واستهدافها لزرع نوع من الشقاق وانعدام الثقة بين حزب الله وبين بيئته الحاضنة أو البيئات اللبنانية المختلفة. ثالثا هو يعبر عن قرار إسرائيلي في رفض إعادة إعمار أو إنشاء هذه الفروع، علما أنه قبل العام 2006 قبل حرب تموز عام 2006 كان هناك 12 فرعا للقرض الحسن، الآن هناك 36 فرعا، بمعنى أن حزب الله عمل على تعزيز هذه المؤسسة وزيادة فروعها في كل المناطق اللبنانية. الآن إسرائيل تخوض حربا من نوع آخر وهي حرب إيرادات مع حزب الله لمنعه من إعادة إنشاء وتأسيس هذه الفروع، خصوصا بالنظر إلى كل المواقف الإسرائيلية أو التهديدات أو الشروط التي يتم إيصالها إلى المسؤولين اللبنانيين حول صيغ الحل المقترحة لوقف الحرب. طيب، في سياق هذه التحركات الدبلوماسية الأخيرة، كيف تقرأ الموقف الدولي على صعيد المشاورات الدبلوماسية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟ يعني حتى الآن لا وجود لمسار دولي جدي وواضح قادر على فرض وقف إطلاق النار أو قادر حتى على تجديد المفاوضات بفعالية للوصول إلى وقف إطلاق النار. هناك قرار إسرائيلي بالمضي قدما في التصعيد العسكري، يستند هذا القرار على الدعم الأمريكي، الأمريكيون لا زالوا يرفضون وقف إطلاق النار ويعطون المجال والهامش للعملية العسكرية الإسرائيلية ولا سيما العملية البرية، في مقابل بعض الاتصالات التي يجريها لبنان مع دول مختلفة أو بعض المساعي التي تقوم بها فرنسا، لكنها لا تبدو قادرة على اختراق الغطاء الأمريكي للإسرائيليين، ولذلك فإن كل المفاوضات الدبلوماسية متعثرة حاليا على الرغم من الزيارة التي سيجريها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، فهي زيارة طيب. إذا ما أردت أن ألخصها ترتبط بانتزاع صكوك الاستسلام من قبل اللبنانيين، وهو أمر سيرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري كما يرفضه حزب الله ومن خلفه إيران.
طيب أستاذ منير، يعني في سياق التصريحات الدبلوماسية رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي يشدد على أنه لا حل في لبنان إلا الدبلوماسية، وهذا ما هو موجود على الطاولة الآن. ما يعني هذا التصريح يعني من قبل ميقاتي اليوم؟ يعني هذا التصريح أن الدولة اللبنانية ترفض الحرب ولا تزال تراهن على وقف إطلاق النار والدخول في مسار دبلوماسي كان مطروحا في فترة سابقة ولكنه لم ينجح. لا يمكن للحكومة اللبنانية ولكل الرسميين اللبنانيين أن يتخلوا عن المطالبة بوقف إطلاق النار أو بالحل الدبلوماسي. لا يمكنهم الخروج والإعلان عن تأييد الحرب أو خيار التصعيد العسكري. لذلك هذا موقف رسمي لبناني لكنه لا يتطابق مع الموقف الفعلي لدى حزب الله الذي أعلن عن الدخول في مرحلة جديدة هي مرحلة إيلام العدو. في المقابل الإسرائيليون يرفضون وقف إطلاق النار قبل تحقيق أهدافهم، وهناك نية لتكرار سيناريو غزة في لبنان. طيب أستاذ منير، يعني في سياق يعني تصريحات ميقاتي اليوم وبالحديث عن موقف حزب الله من هذه المشاورات، ميقاتي يقول إن حزب الله وافق على القرار 1701 وهو يتمسك به لأنه يعطي الاستقرار في جنوب لبنان. هذا موقف حزب الله نقلا عن ميقاتي. نعم، حزب الله وافق على القرار 1701 في العام 2006 لإنهاء الحرب، وعاد ووافق على القرار 1701 في المفاوضات التي خاضها هوكشتاين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل انتقال التركيز العسكري الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية. ولكن حزب الله لديه تفسيره لهذا القرار بأنه يوقف النشاط العسكري الفعلي ضد إسرائيل ولكن لا يوقف تعزيز قدراته العسكرية. مطلب حزب الله اليوم بالعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 8 تشرين الأول أي وقف إطلاق النار هو مطلب لا يقتصر أو لا يشمل تطبيق فعلي للقرار 1701 والذي ينص على نبع السلاح أو سحب السلاح من الجنوب. طيب بالحديث عن استمرار هذه المشاورات، الأنباء والتصريحات الدبلوماسية الأمريكية تقول بأن إسرائيل اشترطت مجددا بأنه يمنح لسلاح الجو الإسرائيلي حرية العمل في المجال الجوي اللبناني. هنا بناء على هذا الشرط الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وعودة أهالي يعني قرى وبلدات جنوب لبنان من العودة إلى بيوتهم هناك، هل يقبل اليوم الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية والأوساط السياسية اللبنانية بهذا الشرط الإسرائيلي؟ طبعا لا يمكن القبول بذلك. هذا شرط يتجاوز مسألة الاستسلام إلى مسألة الخضوع وإعطاء سيادة إسرائيلية فوق السيادة اللبنانية. لا يمكن لمثل هذا الشرط أن يطبق أو أن يوافق عليه لبنان، لا سيما أنه بالمعنى العسكري والأمني والسياسي هو أسوأ من الشروط التي فرضت في اتفاق 17 أيار عام 1983. ربما هذا الشرط الإسرائيلي هو لتصعيد المفاوضات الدبلوماسية لوضع المزيد من العراقيل أمام هذه المفاوضات الدبلوماسية. وقد اعتدنا أن الإسرائيليين يطرحون الشروط في سياق الدخول في جولات التفاوض مقابل إلهاء اللبنانيين بهذه المفاوضات، وغالبا ما يكون الإسرائيليون يعملون على التحضير في سبيل تنفيذ عمليات متعددة. وهنا لابد من استذكار نقطة أساسية، أنه في المفاوضات السابقة الأخيرة التي كانت تحصل مع صدور البيان الرئاسي عن أكثر من 10 دول الداعي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية، كان نتنياهو يحضر لعملية اغتيال حسن نصر الله. ولذلك لا يمكن للبنان أن يرتكز إلى جدية هذا النوع من التفاوض، خصوصا أنها شروط مرتفعة السقف جدا ولا يمكن القبول بها. طيب في سياق الحديث عن شروط إسرائيل من أجل إيقاف يعني وقف إطلاق النار والذهاب إلى هدنة واتفاق في جنوب لبنان، هنا يعني هنالك تصريحات أمريكية لموقع والا تقول بأن المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل الواردة بوثيقة المبادئ التي سلمتها لواشنطن. نعم طبعا لا يمكن للمجتمع الدولي أن يوافق على ذلك، لأن هذه الشروط الأمريكية تتعارض مع قرار دولي صادر عن مجلس الأمن وهو القرار 1701. ونحن نرى حجم الضغط الإسرائيلي على الجيش اللبناني الذي يمثل الدولة اللبنانية والذي هو المنوط به ضغط الاستقرار والانتشار في الجنوب، وهو ما لا يريده الإسرائيلي من خلال الضغط العسكري على الجيش اللبناني وصولا إلى استهداف الجيش بالأمس وسقوط 3 شهداء
والسبب وراء ذلك أو الهدف من وراء ذلك هو إبعاد الجيش عن مساحة معينة من الجنوب، يتوازى ذلك مع الضغوط الإسرائيلية على قوات اليونيفيل التي أيضا يرفضها القرار 1701 والتي طالبتها إسرائيل بالخروج من المناطق المتقدمة والانسحاب لمسافة 5 كيلومتر، وقد تكون هذه المساحة وفق الطلب الإسرائيلي قابلة لأن تتوسع أكثر في المرحلة المقبلة. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسلم بهذه الشروط طالما أنه لا يزال يتبنى القرار الدولي 1701. الأكيد أن الإسرائيلي لا يريد القرار 1701، وبدأ يعمل على خطة عسكرية لفرض أمر واقع عسكري بالقوة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من بيروت، الصحفي منير الربيع. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه التغطية، تعمل منظمات غير ربحية ومتطوعون في العاصمة اللبنانية بيروت على طهي وجبات للنازحين القادمين من المناطق المستهدفة بقصف الطيران الإسرائيلي، إضافة إلى توفير أشكال دعم أخرى، ويعمل مطبخ تطوعي واحد على طهي نحو 4000 وجبة يوميا للنازحين. عم نساعد العالم، عم نطبخ 4000 صحن لحتى نكون عم نلبي حاجات اخوتنا يلي اضطروا يتركوا بيوتهم بسبب الحرب وبسبب كل شيء عم بيصير. الوضع المعيشي بهلا بظل الظروف الراهنه كثير صعب، لانه صرنا مزروكين تريبل عدد الناس ببقعه جغرافيه محصوره، يعني من ابسط الامور الناس تركت بيوتها بسرعه بليله ما فيها ضوء قمر، في اوقات الناس تأنذرت بعد ثلث ساعه انضربت بيوتها، يعني الناس ظاهره بلا شيء بلا ولا شيء، بلا مصرياتها بلا تيابها بلا اغراضها بلا ولا اي شيء. في كميه ناس عم بتنام بالحرش ببيروت، في ناس على الطريق، يعني الوضع كثير صعب بهيك حاله ما بتقدر تقول لا. يعني فجرنا وهلا اولادنا عم يفجروا كثير 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 تعيس. المصاعب هي اني بالنسبه للاطفال انه الولد عم يضيقوا خلقه، الولد ما بيصبر، نحن بنصبر، مثل بنتي عمرها 12 سنه ما بتتحمل، بتقول لك زهق بدها تدرس بدها ترجع على مدرستها، عم تبكي مثلا ابني بلا شغل، هلا قاعد مثلا بلا شغل، هيدي المشكله. ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2464 قتيلاً و11530 جريحاً وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية. هذا وقالت الوزارة في بيان، قالت إن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن 16 قتيلاً وإصابة 59 بجروح في الجنوب والشرق يوم أمس. هذا وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن إسرائيل تواصل قصفها المكثفة للمنطقة الحدودية المحيطة بقرية لخيام جنوب شرقي لبنان، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية 14 غارة خلال دقائق على المنطقة. من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ 25 عملية تصدي لمحاولات تقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. هذا وأصدر حزب الله سلسلة من البيانات، قال في أحدها، قال إنه أطلق 70 صاروخا ومسيرة خلال يوم واحد. وورد في بيان آخر للحزب، ورد أنه أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمز 900 واستهدف برشقة صاروخية مربض المدفعية الإسرائيلية في منطقة أودم، وقصف برشقة صاروخية مستوطنة كريات شمونة وفق البيانات. أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 من جنوده بقصف إسرائيلي استهدف آلية للجيش في قضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه، قال إن إسرائيل استهدفت آلية للجيش على طريق عين إبل حنين في الجنوب، وخلال الأسابيع الماضية قتل وأصيب عدد من جنود الجيش اللبناني في ظل التصعيد مع إسرائيل.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقل من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره كليا وفق تعبيره. وأضاف جالانت أن الجيش الإسرائيلي يفجر الأنفاق الخاصة بحزب الله ويدمر مستودعات الذخيرة ويفكك حزب الله، كما كرر وعوده بعودة سكان المستوطنات في الشمال الفلسطيني المحتل. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة قال إنها لوزير الدفاع يوف جالانت في أثناء زيارته للحدود الشمالية. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن جالانت عقد خلال الزيارة اجتماعا تقييمي مع قائد الفرقة 98 وكبار المسؤولين بشأن العمليات في لبنان ضد حزب الله. وبالتزامن مع ذلك قال الجيش الإسرائيلي قال إنه يواصل الأعمال البرية في قطاع غزة وفي جنوبي لبنان. في ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس اعتراضه طائرة مسيرة في الأجواء السورية بدعوى أنها كانت في طريقها إلى إسرائيل. ولم يحدد البيان الدولة التي أطلقت منها المسيرة، وهي ثانية من جهة سوريا التي يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضها خلال 24 ساعة. هذا وفي وقت سابق أعلنت فصائل عراقية استهداف أهداف حيوية في الجولان السوري المحتل عبر طائرات مسيرة. ولتفاصيل أوفى عن آخر التصريحات والتحركات الإسرائيلية في حرب لبنان تنضم إلينا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، بداية أهلا بك في هذه المساحة الإخبارية. إذا نرصد معك آخر التصريحات الإسرائيلية بداية بخصوص ما يتعلق بملف الحرب اللبنانية. نعم أمينة، بالأمس كان هناك اجتماع مطول للكابينت حتى ساعات المساء، وعندما انتهى هذا الاجتماع بحث ثلاث قضايا ساخنة، لكن لم يناقش الهجوم على إيران. في اجتماع استمر ست ساعات تقريبا لم يبحث الكابينت مسألة الهجوم على إيران، لكنه ناقش عدة قضايا. بحسب صحيفة يدعوت أحرونوت، الاجتماع انعقد قبل الغارات على بيروت، واشتكى الوزراء مما وصفوه بالرد الضعيف للجيش الإسرائيلي على إطلاق الطائرة بدون طيار من لبنان التي أصابت منزل نتنياهو في قيصرية وألحقت أضرارا به. أيضا رد قادة المؤسسة العسكرية على ذلك بالقول بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ فقط سياسة الحكومة وفقا للمهام الموكلة إليه، بمعنى الرد الذي حدث لم يعجب الوزراء في الكابينت. هذا الاجتماع لم يأذن لنتنياهو ووزير الجيش يوف جالانت باتخاذ القرارات، والسبب في ذلك كان هناك يعني قبل اجتماع الكابينت حديث أنه سيفوض جالانت ونتنياهو باتخاذ القرارات، لكنه لم يأذن لهم، والسبب بحسب التقديرات أن الموافقة الجوهرية وقرار الهجوم سيتم في اللحظة الأخيرة، كما كان الحال مع الهجوم على الحوثيين أو قرار اغتيال نصر الله الذي كان عبر الهاتف وعند ساعة الصفر فقط. وخلال أيضا المناقشة الوزارية التي استمدت كما قلنا لساعات طويلة، تم طرح ثلاثة قضايا. أولها قضية الأسرى الإسرائيليين التي عادت بقوة أمينة، ويبدو أن هناك مقترح لصفقة تبادل أسرى جرى الحديث عنه، واستمر الوزراء إلى آراء استمعوا إلى آراء الفريق المفاوض حول جدوى التوصل إلى اتفاق بعد اغتيال يحيى السنوار. وبحسب المصادر الوزراء ربما أبدوا إعجابهم بوجود مجال للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة. المتحدث باسم نتنياهو قال إنه تم طرح أفكار جديدة لدراسة جدوى التخطيط لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين. القضية الثانية هي القضية كما أسموها الإنسانية، مع التركيز على رسالة الإنذار الأمريكية، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذه المسألة. عرض المسؤولون الأمنيون القضايا المفصلة في رسالة بلينكن، وهي المطالبة بتجميد التشريع المتعلق بالأونروا. ومن المعلومات المقدمة يبدو أن التشريع يجب أن يتم التوصل إلى القراءة الثانية والثالثة، ويجري عليه توقيع 100 عضو في الكنيسة حتى يتم الاقتراح فيما يتعلق بالأونروا. الموضوع الثالث أيضا هو الرد على إطلاق الطائرة بدون طيار على منزل نتنياهو الخاص في قيصرية. الرد على
حزب الله، وانتقد الوزراء رد فعل الجيش الإسرائيلي الذي وصفوه بالمتراخي على العمل الذي يعني حسب تعريفهم محاولة اغتيال بنيامين نتنياهو، خاصة في ضوء التقييم في إسرائيل بأن العملية لم تكن لتنفذ دون موافقة إيران على وجه التحديد، وبالتالي تعتبرها إسرائيل محاولة إيرانية لاغتيال نتنياهو، ويجب أن يكون عليها رد حازم وكبير. نعم. في بيروت وفي لبنان بشكل عام. أمينة ريم، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، اندلاع حرائق في إصبع الجليل جراء إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان. إذن اندلاع حرائق في إصبع الجليل جراء إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان، نرصد معك كذلك يعني ريم ما يحدث من رشقات صاروخية ما زالت تطلق من جنوب لبنان تجاه مواقع استراتيجية في العمق الإسرائيلي. هذا صحيح أمينة، في هذا اليوم نحن ندخل باليوم 28 من العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، ورغم ذلك لا تزال هناك رشقات صاروخية متواصلة يستهدف بها حزب الله عدة مناطق وعدة بلدات في الشمال. دوت صافرات الإنذار هذا اليوم في منطقتي عكا وحيفا ودالية الكرمل وعسفية وكريات شمونة والمطلة وأكثر من 20 منطقة في المنطقة الحدودية مع لبنان، وهذا الأمر متواصل، هذه الرشقات الصاروخية متواصلة. إسرائيل أعلنت أنها اعترضت هدف جوي مشبوه أسمته قبالة سواحل حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار. نتحدث هذا الصباح عن رشقات متواصلة من قبل حزب الله على عدة بلدات في الشمال. صافرات الإنذار دوت، لكن فيما يتعلق بالاعتراضات لم تستطع الاعتراضات الصاروخية اعتراض جميع الصواريخ التي تسقط، حيث أن هناك بعض الصواريخ سقطت في أماكن أسمتها إسرائيل أنها أماكن مفتوحة. قبل قليل تم الإعلان عن اندلاع حرائق في إصبع الجليل جراء رشقة صاروخية من جنوب لبنان، وهذا يدلل أن الصواريخ تسقط على أماكن حرجية وتسبب حرائق كبيرة. أيضا دوت صافرات الإنذار في مرق اليوت وكريات شمونة ومحيطها، وجاري الحديث عن أن هناك بعض الصواريخ سقطت دون تفعيل صافرات الإنذار. إذن رشقة صاروخية قبل قليل بعضها سقط في منطقة كريات شمونة وأدى إلى هذه الحرائق. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على أنه لا حل في لبنان إلا بالدبلوماسية، وهذا ما هو موجود على الطاولة. وقال وزير لبناني قال إن حزب الله وافق على القرار 1701 ونحن نتمسك به لأنه يعطي الاستقرار، لكنه أشار في الوقت ذاته أشار إلى أنه لا توجد اتصالات مع حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي، كما أكد على أنه لا بد من إدخال الجيش اللبناني إلى جنوبي الليطاني. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة مبادئ بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، سيطرحها اليوم المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين خلال زيارته لبيروت. من جهته ذكر موقع وال العبري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم أن وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم، كما تسمح الوثيقة للجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب الله لا يعيد تسليح نفسه، وتمنح سلاح الجو الإسرائيلي حرية العمل في المجال الجوي اللبناني. هذا وقال موقع والا عن مصدر أمريكي قوله إن المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل الواردة بوثيقة المبادئ التي سلمتها لواشنطن. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي قوله إنه تم نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل، وتعرف مشاهدين ثاد على أنها منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة
وطويلة المدى، وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية المصمم لاعتراض الأهداف داخل الغلاف الجوي وخارجه، وتستخدمه واشنطن وعدد من حلفائها مثل الإمارات وإسرائيل، في حين تعارض الصين وروسيا نشره في كوريا الجنوبية. أصدرت إيران تحذيرات جديدة لإسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله، نقلت أنه إذا هاجمت إسرائيل المنشآت النووية فإن إيران سترد وستعيد تقييم سياساتها النووية، زاعمة أن أي استهداف إسرائيلي لمواقع إيرانية عسكرية سيواجه برد أكبر من التوقعات. في ظل ترقب المنطقة لضربة إسرائيلية وشيكة لإيران، يكثر الحديث عن احتمالية أن تصيب تلك الضربة منشآت إيرانية نووية. فما هي أبرز تلك المحطات؟ وما الذي قد يحدث حال تعرضها للقصف؟ للمزيد من التفاصيل مشاهدينا ننتقل إلى هذا التقرير. بمئة طائرة وأكثر، وخلال الأيام الماضية أجرى سلاح الجو الإسرائيلي مناورات عسكرية. تضمنت هذه المناورات محاكاة لرحلات طويلة المدى والتزود بالوقود جوا وضرب أهداف بعيدة. يدور الحديث الآن حول أن إسرائيل ستوجه ضربة لإيران ردا على ضرب الأخيرة لها بنحو 200 صاروخ باليستي، لكن الخلاف بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية يكمن في رفض واشنطن توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية خشية تفاقم الأوضاع وخروج الحرب عن السياق. لكن ماذا لو ضربت إسرائيل منشآت إيران النووية؟ للوصول إلى تصور لنتائج ذلك يجب إلقاء الضوء على تلك المنشآت المنتشرة في أكثر من موقع بالبلاد. تمتلك إيران مواقع نووية متعددة، كل منها يخدم وظائف مختلفة في برنامجها النووي كتخصيب اليورانيوم والبحوث العلمية وتوليد الطاقة. وتحدد طبيعة المواد المخزنة بهذه المنشآت ما قد ينجم حال تعرضها للتخريب أو القصف. أهم هذه المحطات بوشهر وأصفهان وفوردو ونطنز المختلفة في مهامها وخطورتها. هنا على سبيل المثال بوشهر الواقعة على ساحل الخليج العربي والتي تعمل بمفاعل ماء مضغوط يبلغ صافي إنتاج الكهرباء فيها نحو 1000 ميجاوات. في حال ضربها يمكن للانفجار الفوري الناتج أوليا عن ذلك أن يدمر البنية التحتية التي تقع ضمن 5 كيلومترات تقريبا حول المحطة، مع مستويات إشعاعية عالية جدا والتي من المرجح أن تكون في نطاق 30 كيلومترا حول المنشأة، ما يوجب على السلطات حال ذلك إخلاء إلزاميا لهذا النطاق. منشآت تخصيب اليورانيوم في مناطق أصفهان ونطنز وفوردو الواقعة وسط وجنوب غربي البلاد تتعامل في المقام الأول مع تخصيب اليورانيوم، ما يعني أن ضربها سيؤدي إلى إطلاق اليورانيوم المخصب أو سداسي في اليوريد اليورانيوم
الذي يظل خطيرا لكنه أقل كارثية من ضرب المفاعل العامل في بوشهر، ما يصعب التعامل السريع مع سيناريو قصف المواقع النووية الإيرانية هو انتشار تلك المنشآت في مناطق متباعدة ووقوعها على مساحات تسمح بالتداخل الإشعاعي حال قصفها، ما يعني أن ضربها سيقارب من تلك المساحات المتأثرة بالإشعاعات المنبعثة وتأثيرها تقريبا على كامل جغرافيا إيران بالإضافة إلى مياه الخليج العربي المجاورة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية التي راقبنا وتابعنا فيها وإياكم آخر تطورات الساحة اللبنانية. نلقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.